واحد بقى من أفضل مدربين الدوري المصري منذ سنوات، في كل خطوة له نجاحات، في كل خطوة له بصمات، مدرب حقيقي قدير واسم كبير كلاعب واسم كبير كمدرب. النهارده بيحقق فوز غالي جدا غالي جدا مع فريقه الاتحاد السكندري على فريق بيراميدز بهدف دون رد. الكابتن الكبير كابتن عماد النحاس، كابتن عماد مشرف ومنور. ده انا بشكرك طبعا، وكلام كبير يعني، انا ما لسه ما وصلناش للكلام اللي انت بتقوله ده، لكن ده توفيق ربنا سبحانه وتعالى. مبروك النهارده للعيبه، مبروك للجهاز الفني، مبروك لجمهور الاتحاد. اسف لو انا صوتي رايح شويه، الله يكون في عونك، لكن مباراه صعبه، بتلعب فرقه كبيره، بتلعب فرقه محترمه، حلول كتير في الملعب، بتنافس على الدوري. احنا في ظروف صعبه، خسرنا ماتشين صعبين جدا، سموحه وفيوتشر، وارقام كبيره 5-2 و4-3، صح، لكن بتوفيق ربنا قدرنا النهارده ان احنا نقف على رجلينا مره تانية، ونقف نفسيا مع اللعيبه، ونصلح من الاخطاء اللي عندنا في خط الدفاع وفي نص الملعب. وفي الاخر هو توفيق ربنا سبحانه وتعالى، يعني تويت الجون والسيناريو اللي احنا كنا بنتكلم فيه اللعيبه على مدار 3 ايام، ان سهل ان ممكن المباراه ممكن تخلص بكره ثابته، وبفضل ربنا المباراه النهارده خلصت بكره ثابته. صحيح، سيناريوهات كتير كانت محطوطه للماتش، يعني يجي فينا جون، احنا نجيب جون في الاول، تجيب جون زي كده متاخر، لكن انت عارف الكوره من غير توفيق ربنا سبحانه وتعالى فالموضوع بيبقى صعب. يعني اقول لك حاجه كابتن عماد، من الحاجات اللي كانت ممكن تقلق النهارده انه الاتحاد تلقى 9 اهداف في المباراتين اللي فاتوا. بيراميدز عنده قوه هجوميه كبيره جدا، النهارده تقدر قدام بيراميدز ما يخشش فيك هدف، ده من حيث المبدا يعني قبل ما تسجل هدف، فده نتاج اكيد ان انت عملت مجهود كبير انك تعالج الاخطاء دي. مظبوط، يمكن احنا خدنا من الشوط الثاني في مباراه فيوتشر، لما واحنا خسرانين 3 حبينا كنا برضو ان النزيف ده يقف، ما ينفعش تبقى تخسر 5 زي سموح. صحيح، فلعبنا الثلاث مدافعين ولعبنا الباكين يبقوا جناحين، يشتغل باك ويشتغل جناح، وعملوها كويس، ورجعنا للمباراه بشكل كبير جدا. ولو اتحسبت لنا ضربه الجزاء كانت هتبقى راجعه قويه جدا 4-4. لكن اقول ان الخساره كانت برضو صعبه، وتويتها كمان كان صعب ان انت تخسر مباراتين ورا بعض في ظل ان الجدول كل المجموعه اللي تحت بتقرب من بعض، وكنا كلنا تقريبا بنلعب لصالح بعض، يعني مفيش حد بيكسب وكلنا بنخسر. النهارده انت كسبت والناس بتتاخر. صحيح، فمكسب مهم ب6 بونت. انت النهارده بتلعب مع فريق الاتحاد السكندري، جماهيريه كبيره وشعبيه كبيره. مزبوط. بعد المباراه الماضيه كابتن عماد، وحضرتك ما سمعتنيش بس انا هكرر لك الكلام، قلت ان الكابتن عماد مدرب كبير وجميل الاتحاد، انا عارف انها بتبقى غاضبه جدا لما فريقها بيخسر، لابد من الصبر. هو في النهايه وده سؤالي ليك، ان انت مستلم فريق اكيد مش انت اللي مكونه، اكيد شايف فيه نقصان في بعض المراكز، فانت بتحاول تتعامل مع هذا الموقف دلوقتي بشكل جيد، ده مظبوط؟ والله احنا من اول يوم ده طبيعه شغلنا، سواء كان عماد موجود او غيره موجود، انت لازم تتعامل مع الموقف اللي انت فيه. مفيش اعذار، الفرق الجماهيريه ما عندهاش اعذار. صحيح، باي مجموعه لازم تشتغل، باي مجموعه مطالب ان انت تكسب. الجمهور كان عامل في مباراه سموحه عامل سلبي على اللعيبه. صحيح، النهارده في مباراه بيراميدز اللي هي الاقوى عامل ايجابي للعيبه. صحيح، وداعم من اول ثانيه، وادى حماس للعيبه مش طبيعيه. صحيح، رغم ان الواحد من الحاجات اللي بيدور عليها ان الجمهور العدد يزيد اكتر. طبعا جمهور النادي الاتحاد لو هقول لو عنده ثقه من بدري في لعيبته، ال 5000 بني ادم دول هيملوا الدرجه الثانيه او وش الملعب اللي هي عند الماسوره. طبعا هيدي دفع قوي. طبعا احنا ناخد درس بس مهم، مباراه سموحه اللعيبه وكواليتي اللعيبه اللي معاك لما يتداس عليه هيتعب. لازم تسند لعيبتك، ولازم ازاي تعرف ان انت تساند لعيبتك. ممتاز، اصلا انت القوه اللي احنا بنلعب بيها. ممتاز، معلش زي النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي هو القوه اللي بيلعب بيها النادي الاهلي، جمهور نادي الزمالك هو القوه اللي بيلعب بيها نادي الزمالك، وكل الانديه الجماهيريه نفس الكلام للمصري، نفس الكلام للاسماعيلي، نفس الكلام للمحله، نفس الكلام للاتحاد، نفس الكلام لاسوان لو بيلعب في اسوان، نفس الكلام للمنصوره لما كان في الدوري. هي الفرق المحافظات، انت قدرك ان انت عندك جمهور، وعندك جمهور كمان بيحب الكوره. صحيح، فاحنا صحيح. محتاجين الدعم اكتر، محتاجين العدد، وان انت تبقى في ظهر فريقك. النهارده احنا خدنا درس كبير،
يعني مكسب النهارده ده فيه دروس كتير، الروح اللي كانت موجوده من اللعيبه من الشوط الثاني في مباراه فيوتشر بنيته عليها النهارده. في حاجات زي ما بقول لك في السيناريوهات انت مش ضامنها، فتوفيق ربنا بيجي لك لما انت بتخلص النيه. صحيح، دي رقم واحد. صحيح، انت نازل من 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 اللعيب اللي هيلعب للعيب اللي بره للعيب اللي بره خالص. انت خفت النهارده على فريتك، خفت على مكان فريتك، مش ما خفتش على نفسك. لكن كل طرق اللعب هي واحد تعرف تدافع زي بتعرف تهاجم، بتعرف تجيب جول، بتعرف تدافع عشان ما يجيش في الجول، كلها قريبه من بعض. مظبوط. الدوري السنه دي صعب جدا، الفرق اللي بتطلع بتصرف وبتجيب لعيبه بتصعب عليك الامور. كان في فرق كبيره السنتين اللي فاتوا لما صعد سيراميكا ولما صعد البنك والنهارده فيوتشر وفاركو، صعبوا الامور على الانديه والانديه الجماهيريه. صح. لا وكابتن عماد، انت كمان معاك رئيس نادي دايما بشيد بالاستاذ محمد مصلحي انه بيشتغل في ظروف يعني صعب جدا يبقى معاك نادي جماهيري وتقدر تحافظ على اموره الماليه والماديه وتحافظ على مستحقات اللاعبين، الامور دي صعبه جدا. طبعا الاستاذ محمد او الحاج محمد مصلحي ولجنه الكوره اللي موجوده حتى في ظل كل الظروف دي بعد سموحه الناس كانوا قاعدين معانا ومع اللعيبه، بعد فيوتشر قاعدين معانا ومع اللعيبه، كل يوم موجودين في التمرين، كل يوم هم حاسين بالمسؤوليه اكتر، حابين النادي، ودي مميزات احنا لازم برضو احنا نبني عليها. صحيح، معاك ناس بتحب النادي، معاك ناس عندها هدوء واحترام في الكوره مع انديه جماهيريه مش طبيعي. صحيح، يعني في ظهر اللعيبه وفي ظهر الجهاز واحنا معاك وشد حيلكم، عايزين نفرح الناس، عايزين كذا، واحنا الحياه دي برضو ضغوط على اللعيبه في ظل ظروف ان انت بتخسر وعايز اللعيب يقف على رجليه. صحيح. النهارده الحمد لله يعني اخطائنا كانت قليله، خط دفاعنا كان كويس، احمد يحيى الحمد لله ادى دور كويس. نفس الكلام للعيبه نص الملعب. اداء المباراه نفسه يعني مش انا حاسس ان هو برضو ان انت تشوف الماتش جوه غير لما تكون قاعد بتتفرج على التلفزيون. طبعا او طبعا طبعا يعني كنت كان عندي احساس ان احنا ادائنا كويس. انت بتجاري فرقه كبيره عنده امكانيات وعنده الدوافع وعنده حماس وعنده لعيبه جوه الملعب، ده منتخب تونس ومنتخب مصر ومنتخب بوركينا وعنده لعيبه على الدكه كمان زي اللي في الاسيا والناس اللي بتلعب فرقه كبيره. صحيح، واحنا في ظروف صعبه، يا ريت انت بتلعب فرقه كبيره وانت ظروفك كويسه. مظبوط. احنا انت لسه بتقول احنا دخل فينا 9 تجوان في ماتشين، حتى لو كان احنا جبنا 5. لكن احنا النهارده من الدروس ان انت لما دافعت كويس تجيب جون في اي وقت. مظبوط. وده احنا في الثلاث ايام كنا بنتكلم كده، اهم شيء ما يجيش فينا جون. يعني انا عندي حاجتين. اتفضل. مكسب النهارده مبني على حاجتين. دعم الجمهور من اول سنه لان ده احنا بنحس بيه من اول التسجيل. صحيح. وحماسهم ان هو يندهوا على اللعيبه ويشجعوا اللعيبه. وان انت تبقى ملتزم في طريقه اللعب لابعد الحدود، وبتطلع كل الطاقه اللي عندك في طريقه اللعب، في التحولات من الدفاع للهجوم، من الهجوم للدفاع، في الرقابه، في الترحيل، كل الحاجات دي سبحان الله النهارده بتتعمل نموذج. في حاجات كان ممكن على جزء من الثانيه. صحيح. لشبانه مثلا ممكن يعمل ضرب الجزاء، لا الكره من توفيق ربنا تخبط فيك انت الاول وتطلع بره. مره مع ابراهيم عادل، مره مع محمد حمدي. الحاجات دي في ماتشات ثانيه ممكن تلاقي اللعيب بتاعك مش موجود. الناس لما تشوف التشكيل وتشوف مورو في الملعب وتشوف سعيده في الملعب وتشوف مروان عطيه في الملعب ممكن تقول لك هم دول لعيبه نص الملعب، لا احنا لعبنا الثلاثه في المدافعين وطيرنا زي ما قلت لك الجناحين كريم يحيى وصبري، ولعبنا كمان بثلاثه في نص الملعب عشان تقدر تقفل مساحات على لعيبه امكانياتها فعلا عاليه جدا. هايل. وبعدين لما بتلعب حد يعني سيستم لعب في الملعب انا بقول لك تبقى مرتاح، وده اللي انا قلته للعيبه. انت عارف هو هيعمل ايه، عارف الكوره مع شريف اكرام هيعمل ايه، الكوره مع المدافعين هو هيعمل ايه، فاهم شيء بقى انت هتعمل ايه. فده اللي كنا بنحاول في الثلاث ايام من خلال المحاضرات ومن خلال الفيديو ان انت تشوف هو سيستم لعب موجود. وليد كارتي لعيب محترم جدا، عبد الله سعيد طبعا لعيب كبير، رمضان نفس الكلام، ابراهيم عادل نفس الكلام، فخر نفس الكلام، حتى التغييرات اللي نزلت. فلو انت سبت الناس دي تلعب كوره لا هيعرف يلعب كوره وهي صح وهيتعبك، ما تدهمش فرصه، ولو جاب فينا جون احنا هنتعب اكتر، احنا ما بنعرفش لما بيجي فينا جون بنتعب. لكن النهارده الثبات اللي كنا موجودين بيه، واول ما المباراه ابتدت وشفت اللعيبه بادائهم والحماس اللي كان موجود ده انا كنت متفائل خير. لكن بامانه مش للمكسب. يعني انا وصلت لغايه الدقيقه 80 قلت خلاص بدل وصلنا كده المباراه خلاص رايحه للتعادل.
لكن ان ربنا يكتب لك ان ضربه الضربه الثابته يجي منها جون زي ما انت كنت بتقول للعيبه من يومين ثلاثه، مكافاه، مكافاه ربنا، وده توفيق ربنا سبحانه وتعالى. طبعا طبعا. طب كابتن يعني احنا لو تعادلنا فيوتشر وتعادلنا النهارده كنا ناخد 2 بونت، لا احنا مكسب النهارده بفضل ربنا 3 بونت يطلعنا فوق خطوه ويخلينا نبني للي جاي ان شاء الله. فاللي جاي مطلوب من اللعيبه نفس الاداء، نفس القوه، نفس الروح، طبعا طبعا، نفس النوايا الصافيه اللي كان شفتها النهارده، الوشوش والتركيز من يومين، المسؤوليه اللي كانت موجوده على اللعيبه الكبار كلهم. صحيح. وبرده في موقف يعني معلش كريم اكلمك فيه. يا ريت يا ريت يا ريت يا كابتن اتفضل. لان دي برده من الحاجات اللي كان فيها مكسب كبير. اتفضل. لما يكون معاك لعيب كبير زي عبد المنصف ويتحط تحت الضغط، حتى لو كان عارف ان هو ممكن يقعد او يلعب تاني ونديله فرص واحنا في ظهر كل اللعيبه، هو حاسس بكده كويس. ويجي يختار التوقيت يقول يا كابتن استاذنك انا عايز ابعد اليومين دول ونرفع الضغط شويه عن اللعيبه وعن الجهاز وعن مجلس الاداره. هو انا اللي محطوط دايما في وش المدفع، واداء الماتشين اللي فاتوا ما كانش مناسب، فانا هرتاح شويه وبعدين ارجع تاني بطاقه جديده بروح جديده. لعل وعسى دي تكون من الحاجات اللي تدي للعيبه باور. موقف محترم من لاعب كبير. موقف محترم من لاعب كبير طبعا. انا بقول بقى ما بيعملش كده غير اللعيب الكبير. صح. اللعيب اللي بيعرف يشيل مسؤوليه. صحيح. فانا طبعا على المستوى الشخصي بشكره، وحابب ان انا اشكر برضو فتحي محمد فتحي مدرب حراس المرمى، عبد المنصف واحمد يحيى وصبحي، الناس اللي طيب بتشتغل. طيب كابتن عماد، بمناسبه محمد عبد المنصف اللاعب الكبير، الموقف ايه بالنسبه للكابتن حسام عاشور؟ هل في اي حاجه تقرب وجهات النظر بينه وبين الاستاذ محمد مسير؟ هل تدخل منك؟ هل تقدر تعمل حاجه ولا الامور مغلقه تماما؟ والله انا من اول يوم كنا موجودين الموضوع كان مقفول في الوقت اللي احنا بنتعاقد فيه مع النادي. يعني التوقيت لو رجعنا للتواريخ هنلاقي ان اتفقت مع النادي كان اتخذ القرار النهارده برضه ان 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 حسام، لكن لو ينفع ان انا اتدخل ونتكلم ممكن يكون الاجواء ان شاء الله فتره التوقف تكون افضل ان شاء الله يا رب. ولو في حلول طبعا. حسام لعيب كبير وانت عارف ان حسام من الناس اللي لعب معايا طبعا، ولو في مشكله ونقدر نحل طبعا يا ريت. احنا في مكان محترم، مجلس اداره محترم، صح، ونقدر نقرب وجهات النظر. انت بتتكلم في يعني لان الاثنين الاثنين يعني ليهم كل التقدير والاحترام مني طبعا كمجلس الاداره وكمان حسام. صحيح صحيح. طيب كابتن عماد، بمناسبه بقى زمالك حسام عاشور ليك في النادي الاهلي، اسالك سؤال بقى له علاقه بالاسم الكبير في تاريخ النادي الاهلي. تنصح ايه لاعبي النادي الاهلي وهم رايحين نهائي دوري ابطال افريقيا في المغرب على ملعب الوداد وسط جماهيره، تقول لهم كلمتين كده، ايه برشمتين نصايح ان شاء الله نصايح معنويه؟ بص، دايما لعيبه الاهلي قدرك ان انت لعيب في النادي الاهلي، دي رقم واحد. رقم اتنين، بتتحط في ظروف صعبه، اتحطينا في الترجي التونسي وكسبنا، اتحطينا في الصفاقس والمباراه كانت ذهاب وعوده وتعادلنا 1-1 ورحنا كسبنا بالجون الشهيد لابو تريكه طبعا في ملعبهم في تونس في رادس. فقدرك ان انت لعيب في النادي الاهلي. كل الضغوط دي بتساوي بطوله. وما اظنش ان في لعيب في النادي الاهلي النهارده ما بيفكرش في دوري ابطال افريقيا، ما بيفكرش ازاي يجيب البطوله. ضغط الجمهور والناس دي، انا متاكد ان شاء الله ان لعيبه النادي الاهلي الناس دي في المدرج مش في الملعب، الكره في الملعب. صح. كل لعيب هيحافظ على تركيزه. انا بس اللي دايما بتمناه في الماتشات اللي كده اللي فيها الضغط وخلافه، ومباراه بتبقى حماسيه ومباراه نهائي طبعا، ان التوفيق يكون حليفنا. يعني يكون التوفيق حليف للعيبه النادي الاهلي. لان برضو من غير توفيق انت هتبقى الامور صعبه. صحيح. ما نعملش اخطاء، لازم يبقى عندنا هدوء. اللعيبه بفضل ربنا من الخبرات اللي موجوده تقدر تمشي الامور زي ما انت عايز. خلي الضغط الجمهور سلبي مش ايجابي. سلبي يعني بضغط على لعيبه الوداد اكتر. صحيح. وان شاء الله باذن الله زي ما عودنا النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي يفرحوا كل جمهور النادي الاهلي وتبقى مباراه كبيره ان شاء الله، وهتبقى للتاريخ الاكبر ان 3 مرات ان شاء الله ورا بعض توصل للنجمه ال 11. صحيح. هيبقى ده انجاز اتعمل للجيل ده. صح. معلش بعد احترام للجيل بتاعي، احنا لعبنا 4 نهائي، 2005 2006 2007 2008 كسبنا 3 وخسرنا 1. لكن لما تاخد الثلاثه ورا بعض الموضوع مختلف، هتبقى عملت حاجه في اسمك وتاريخ النادي الاهلي ما اتعملتش قبل كده. لما صحيح. وصلنا ل4 نهائيات، خدنا بطولتين، خسرنا الثالثه كنا زعلانين، لكن رجعنا خدنا الثالثه تاني. لكن كان نفسنا تكون 2007 مش 2008. مظبوط. هو ده التاريخ وده قدرك ان انت لعيب وموجود في النادي الاهلي سواء لعيب او جهاز فني. كل التوفيق طبعا للنادي الاهلي في المباراه اللي جايه،
وكلنا وراه، كلنا في ظهره، كلنا بندعي له كأهلاويه بننتمي طبعا اكيد للنادي الكبير النادي الاهلي في الوقت ده بالذات كمان. صحيح. كابتن الكبير كابتن عماد النحاس، واحد من افضل مدربي الدوري المصري، كعادته كان واحد من افضل المدافعين اللي في تاريخ الكره المصريه، المدير الفني للاتحاد الاسكندري. انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه المهذبه المحترمه كالعاده. طيب.